أكدت مصر نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس بدار الشباب القديمة نشاطا سياسيا حضره العديد من الأطر والوجهاء والشخصيات المرجعية في ولاية الحوض الشرقي، استعدادا لزيارة الرئيس الموريتاني المرتقب للولاية مطلع الشهر القادم. عبد القادر ميارة وتقرير عن الموضوع. بحضور رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والعديد من مناضلي ومنتسبي الحزب وأطر وشهاء والشخصيات المرشعية في ولاية الحوض الشرقي، افتتح رئيس الحزب نشاطه السياسي هذا، والذي جاء افتتاحه تحضيرا لزيارة الرئيس الموريتاني المرتقبة إلى ولاية الحوض الشرقي في مطلع الشهر القادم. نختم من جابر الأشياء تحضيرا للزيارة التي يقوم بها مقامة رئيس الجمهورية لمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي يوم 3 مايو من ذي السنة. والمحم دعا من خلال كلمته ساكنة الحوض الشرقي للإسهام بكثرة بكل ما أوتوا من قوة من أجل إرسال رسالة سياسية واضحة، وهي التلاحم الكبير والغير مسبوق، احتفاء بزيارة الرئيس. كما أكد والمحم أن الزيارة يجب أن تعطى زخما وبعدا تاريخيا من سكان الولاية. وطبيعي أن اللقاء بين فخامة رئيس الجمهورية وساكنة الحوض الشرقي تعودنا على أن نعطوها أبعاد تاريخية غاية الأهمية، وتعودنا على أن نعطوه الزخم اللي يحتاجه. نشاط سياسي يهدف الاتحاد من أجل الجمهورية من خلاله إلى توعية وتهيئة سكان الحوض الشرقي من أجل إنجاح زيارة الرئيس. عبد القادر ميارة، الوطني.